السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد موقع ربح مال جديد اسمه nice3.ru. nice3.ru هيظهر لكم في نص الشاشة دلوقتي اسم الموقع، هتكتبه في جوجل كروم nice3.ru على طول بدون حتى www. بعد كده بيظهر لك الشكل ده. اللي ما عندوش ترجمة جوجل بيقدر ينزل من سوق كروم الالكتروني ترجمة جوجل، بعد كده بيضغط على العلامة دي ويقول له العربية، لو ملقاهاش يضغط الثلاث نقاط والاختيار لغة اخرى ويختار اللغة من هنا، وبعد كده بيقول له تم، وبعد كده بيضغط على الثلاث نقط تاني ويقول له ترجمة اللغة الروسية دائما عشان الموقع روسي. اول حاجة تضغط على كلمة التسجيل في اقصى اليسار هنا، بعد كده بيقول لك اسم المستخدم، البريد الالكتروني، كلمة المرور، محفظة بيير، وتقول له تسجيل او يسجل. خلاص انا عندي حساب، هخش بين تسجيل الدخول هنا. بعد ما دخلت هيظهر لي الشكل ده. اول حاجة الرصيد، عندك ثلاث انواع، رصيد التسوق اللي بتشتري بيه شخصيات، ورصيد الاخراج اللي هو اللي انت هتسحبه على بيير، ورصيد الاعلان لو عندك موقع بتعلن عنه. خلاص هو نفس الرصيد هنا، ده رصيد السحب اللي هو ده الاحمر، رصيد الشراء اللي هو التسوق، ورصيد التجديد بتاع الاعلانات. تمام. طيب دلوقتي عشان تبدأ تشتغل في الموقع في ثلاث حاجات. اول حاجة تدخل على كلمة مستودعي، هو جايب لك زي تعدين اوتوماتيك، هتقول له بيع الفاكهة، هيبدأ يحط لك الفلوس على طول في حسابك. بس طبعا بيقول لك اقل حاجة عشان تبيع الفاكهة 100 كيلو بقطعة واحدة، تباع الفواكه بقيمة 2% قطعة نقدية، تباع الفواكه بقيمة 2%. انا عندي الفواكه المحصودة 8%، مثلا لو عايز اقول له بيع الفاكهة اقول لم تمر 10 دقائق، يعني كل 10 دقائق بتضغط على كلمة بيع الفاكهة. دي اول حاجة هتربح منها. تاني حاجة كلمة تصفح، تصفح دي انك تتصفح مواقع، يعني مثلا موقع زي ده بتشوفه 20 ثانية بتاخد 3 عملات، 100 عملة في الموقع بيساوي 1 روبل، اللي ما يعرفش الدولار بيساوي 72 روبل بعملة اليوم. لو انت حسبت كده تقدر، لو انت حسبت الثلاث عملات دول 3 × 4 اعلانات ادي 12، 12 و16 برضو انا عملتهم الاعلانات دي، يعني 28 و8 و10 قول 29، يعني في الشهر كله ده في اليوم 29، في الشهر هتعمل قد ايه؟ 870، يعني 8 روبل. اللي حابب يشتغل على كده دي يعني مبلغ بسيط، يعني 8 روبل ده يعني قول تقريبا لو حسبناها يعني حاجة بسيطة جدا جدا جدا. فما بقول لكم الدولار بيساوي 72 روبل، يعني ده مش محصل حتى 7 دولار، لو فرض انها 10 مثلا روبل يعني مش محصل 7 دولار. خلاص يعني مبلغ بسيط جدا، فاللي حابب يشتغل براحته. اللي هنضغط على الموقع مثلا موقع زي ده، هنضغط عليه ضغطة، يبدأ يحمل لنا العداد الثواني في الاسفل 20 ثانية، وبعد ما بيخلص عداد الثواني بيجي لك كباتشا مسألة طرح او جمع او ايا كان، 7 ناقص 2، هضغط كلمة رقم 5، بيقولي شكرا لزيارتكم. ده التصفح، ده معنى تصفح، عشان تتأكد بتعمل ريفرش للصفحة، بدل 16 بقت 19 82%، يعني زود 3 عملات فعلا، 100 عملة زي ما قلنا بيساوي 1 روبل. طيب في حاجة تانية نقدر نفوز منها؟ في حاجة اسمها مكافأة يومية، دي مكافأة كل 24 ساعة، هنقول له احصل على مكافأة، يقول لك حصلت على مكافأة 3 معاملات معدنية بنجاح لو عملت ريفرش، اقول له متابعة. الرصيد المكافأة او فلوس المكافأة دي بتيجي على رصيد التسوق، انك انت تتسوق منها، انك انت بتعمل حاجة اسمها شراء الشتلات، هتضغط عليها لو انت حابب، يعني لغاية ما بتجمع 1 روبل، دي اقل حاجة 1 روبل هتجيب الشتلة دي، دي بتديك دخل يومي 3 من 100 روبل. تمام، يعني بتديك في الشهر 1 روبل، دي سعرها، سوري سعرها قطعة 100 قطعة نقدية، يعني بيبقى معاك 100 قطعة نقدية هنا، يعني الرقم ده بدل ما هو 3 يديك 100، تقدر تشتري الشتلة دي. الشتلة دي بتديك في الشهر كله 1 روبل، وفي اليوم 3 من 100، لو حسبت 3 من 100 × 30 هيديك فعلا تقريبا 1 روبل وشوية. دي كل حاجة في الموقع، الموقع بسيط، موقع بسيط شوية. الموقع ده انت هتقولي في موقع احسن منه، في مواقع كتير احسن منه، زي coinbayu.com، زي موقع avizo.bz، زي مواقع surfbox.com، زي bitbox.ru، bitbox.com، bitbox.com، visit-box.net، profit.surf، كل دي مواقع كويسة ومحترمة، nicepirates.org، كل دي مواقع كويسة، وتيقوا على رأسهم طبعا teaserfast.ru، teaserfast.ru، كل دي مواقع انا شرحتها في قناتي.
اكتب بس كلمة تيزر فاست او اي موقع من دول، باكس ماني، باكس دوت ماني، اي موقع من دول هتكتب بس كلمة باكس بي يو اكس في السيرش، هيظهر لك على طول شرح الكلام ده في قناتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.